ايدي دفنتك بايديها دول قبل ما عملتي العملة يا واطية. صباح الخير معلم صلاح. صباح الخير معلم. يعطيك العافيه. وسيم شكرا. زاد لك معي شيء مهم؟ وسيم يعطيك العافيه. الله معك. لحظه لحظه، دائرة الباب. الله يصلحك، كنت قلي لنا كنا اعطيناك المفتاح تقفلي. على اساس انت كان لك حيل ترفع ايدك؟ نمت مثل القتيل. قصدك مثل اللي اكل قتلي؟ ولا ليش قتلي؟ اكلنا قتلتين امبارح بسببي. والله ما حدا ضربك على ايدك. لا عن جد ما حدا ضربني على ايدي. ضربوني على وشي، على بطني، على ظهري، بس على ايدي ما حدا ضربني. اللي بده يعمل قبضاي بده يتحمل. أنا بتحمل ما بتفرق معي، بس أنتي طلعتي وحدة ما بتستاهلي. شو قصدك ما بستاهل؟ ما بعرف شو بدي أقولك، يعني بعد كل شي صار مبارح تركيني ملحوش برا على الكنباية وبتفوتي على غرفتي، لا وبتسدي الباب بالكرسي، يعني ما بعرف فعلا ما بتستاهل. وش بتريد حضرتك؟ احملك حطك على التخت ولا اترك الباب مفتوح مشان في الاقيك فوقي؟ ليكي انا طلبت فطاير مشان انه ناكل سوا وعلى اساس يصير في بيناتنا خبز وملح، بس بالظاهر انت فعلا ما بتستاهلي. بحب ذكرك انك انت اللي اصريت اني ابقى هون، وانا لو مو شايفتك متأذي وخايفه يلزمك شيء ما تلاقي حدا يلبيك ما كنت بقيت للصبح. عن اذنك. لحظة، وين رايحة؟ نعم بدي اطلع. ما في تطلعي. ليش بقى؟ مو معقول يعني تطلعي هلا قدام الجيران وتفضحينا، عدي كم ساعة تانية بس لحتى تعتم الدنيا. تعتم الدنيا؟ لسه الساعة 8 وربع الصبح. دخيلك يعني تحملين هالكم ساعة، بكفي اللي صار من تحت راسك امبارح. ايه بتحمل. شو؟ لا لا تأخذينها.